بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن أمراض القلب نتكلم على الغشاء المحيط بالقلب أو بنقول عليه البريكارديا. وقلنا أنه أغلب الالتهابات اللي بتحصل في البريكارديوم أو الغشاء المحيط بالقلب بيكون أسبابها إما إنفكشن فيروسات أو بكتيريا أو مايوكارديال إنفاركشن أو حصل جلطة أو حصل فشل في عضلة القلب فبيتملي مية أو تروما خبطة أو كونكتيف تيشو زي السيستميك لوبس أو الزئبة الحمراء. وساعات بيبقى الرينال فيلير او حتى النيفروتيك سندروم. الناس اللي بتنزل زلال كتير في البول جسمها بيورم لان نقص الالبيومين في الجسم يؤدي الى تورم الجسم وبالتالي تورم كل حاجه، تورم الرئه وتورم القلب وتورم الوش وتورم كله. يا ترى الميه اللي موجوده في البريكارديا او داخل طبقتي الغشاء المحيط بالقلب كلها سوائل واحده؟ لا، ممكن اول واحده تعور ولا خد مثلا خبطة ولا خنجر ولا سكينة تبقى هيموراجيك، هتبقى دموية، يبقى فيه شوية دم خنقوا القلب. وممكن قوي قوي لو في واحد مثلا عنده كانسر ولا حاجة هيبقى الميتاستس ده اتملى يعني كانسر سابستنس أو مادة سرطانية. وممكن يكون دي عبارة عن شوية مية زي التورم اللي بيحصل في الجسم، وعلى عنده أسايتس عنده تورم في الجسم تورم في رجليه ما يبقى عنده تورم برضو في ال. طب علاجها ايه؟ اولا طبعا يعني مساله ان انت تاخد اسبيريشن من البريكارديال افيوجن لازم تاخدها. اولا ليه هتسحب ميه اللي حوالين القلب؟ هتسحبها عشان القلب يعرف يتحرك. ثانيا عشان تعرف الفلويد ده او السائل ده دايجنوستيك، في دم في سوائل عاديه في ايه كايلس في ايه، يعني السوائل دي فيها ايه بالظبط. لازم تعملها وتشوفها كويسه. لو انت شلت الحاجات دي كويسة ساعات بتقلب بعد كده الى ترسيبات فبنسميها كونستريكت بيريكارديتس، ودي بتحصل ترسيبات ملحية وكلسية في الغشاء اللي حوالين القلب. لما خلاص بقى فقد المرونة بتاعته لانه بدل ما يبقى مرن، ها زي مثلا سكليروديرما كده، سكليروديرما تلاقي الجلد بدل ما يبقى الجلد مرن بقى الجلد ناشف عامل زي يعني طبقة هارد يعني. فطبعا الكونستريكتيف بيريكارديتس عمل طبقة متليفة أو طبقة كلسية حول القلب بتمنع انقباضه وانبساطه بتخنقه لدرجة إن في بعض العلاجات يعني شوف المية أسبيريشن المية شفطناه ودينا بقى نشوف بقى إيه العلاجات اللي دي عشان تمنع تكوين المية تاني. إذا كان نقص ألبومين هدي ألبومين، إذا كان رينال فيلير أعالج رينال فيلير، إذا كان فشل كلوي أعالج الفشل الكلوي والا الميه هتكاوم تاني، اذا كان فشل في الكبد بعالج فشل الكبد وادي البيومين. لكن افرض ان انا عندي كونستريكت بريكارديس تليف او تحجر او تكلس هذا البريكارديا هتعمل فيه ايه؟ ده في عمليات دلوقتي بنقشره، يعني جالي بعض المرضى قشر البريكارديوم خالص عشان يقدر القلب ينطلق في التجويف اللي ربنا خلقه ليه. دي كانت امراض القلب والميه حول القلب والبريكارديتس. وقلنا البريكارديتس او التهاب الغشاء اما ان يكون حاد او نقول عليه جاف بريكارديتس بس وبيبقى معاه رب، يعني زي ما يكون ورقتين صنفره بيتحطوا ببعض، ومما انه يدي سائل اذا كان في عندي نقص البومين ولا عندي فشل كلوي ولا حاجه فبيدي سائل، والسائل ده ممكن يكبر 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 فيخنق القلب. وممكن انا اشفط السائل ده واحلله وادي له علاج. وممكن الغشاء نفسه يتليف او يتكلس وتترسب فيه املاح كتير ويبقى عبارة عن كونستريكتيف بيريكارديتس، وده في غالب الأحيان بيتقشر. الأمراض بتاعة البيريكارديوم مهمة جدا جدا لسبب بسيط، لأنه ساعات الإنسان يحس إنه مخنوق وما يكونش القلب هو المصاب. يعني المشكلة مش في القلب، لكن المشكلة في الغشاء اللي حوالين القلب. الغشاء اللي حوالين القلب مش المشكلة فيه، ده المشكلة ممكن تكون كبد، ممكن تكون كلى، ممكن تكون مال نيوتريشن أو سوء تغذية، ممكن تكون اي حاجه تانية هي اللي خلت الميه تتورم وتتكوم حول او داخل نسيج البريكارد. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.